المحافظة على حياة الإنسان هو أهم شيء بالنسبة للطبيب المعالج، وهو أهم جزء من القسم الطبي اللي يقسمه الطبيب قبل لا يبدي حياة العملية. ولأن حياتك غالية علينا، حبيت أوصل لكم هذه الرسالة. بالأول أعرفكم على نفسي، أنا محمد نجف جمال، دكتور في البورد الجراحة الكويتي، ومن أهم الوحدات اللي اشتغلت فيها هي وحدة العناية المركزة في مستشفى العدالة. في هذه الفترة تعايشت مع الأطباء وهم يعالجون المرض في أقصى حالات الحرج وفي صراع مستمر من أجل الحياة. وفي قسم العناية المركزة يستخدمون أحدث جهاز طبي في العالم لمساعدة الحالات الحرجة جدا، وهو جهاز الغشاء المؤكسج المعروف بالأكمو، واللي أنقذ العديد من الحالات اللي كان الأمل فيها ضعيف ومفقود وشبه ميؤوس منها. اليوم الكويت متميزة في هذه الخدمة في الوطن العربي وفي العالم، وهو الجهاز المصمم خصيصا لمرضى فشل القلب والرئة. احنا حاليا نقيم ورشة عمل خاصة بتدريب الكادر الطبي المعني بتقديم خدمة الأكمو في وزارة الصحة في دولة الكويت، وهذه الخدمة معنية للتعامل مع حالات الفشل الشديد في الجهاز التنفسي اللي احد اسبابها الكورونا فيروس اللي حاليا منتشر في العالم كله. حياتك غالية علينا، حياتك غالية علينا، حياتك غالي علينا. الكويت عندها ومستعدة تجيب أحدث الأجهزة للحفاظ على حياة الناس. احنا بالجهاز الطبي نواجه الفيروس بالخطوط الأمامية، وقعدتكم بالبيت تساعدنا. الكويت محتاجة لتعاوننا كلنا، وفعلا حياتكم غالية علينا. بعون الله وتعاون الجميع سيكون النصر للكويت على هذا الوباء.